أسمى شريف منير تتعرض لأزمة نفسية بعد حلاقة شعرها، ألغت متابعة والدها 3 مرات. ما القصة؟ أثارت الفنانة أسمى شريف منير الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في فيديو جريء تقوم بحلاقة شعرها على الزيرو. وخرجت أسمى في فيديو على حسابها على إنستغرام توضح فيه سبب حلاقة شعرها، وعلقت قائلة: شعري بقالي فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص، غير الغدد وتأثيرها عليه. قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير قوي نفسي أخده، أبدأ من جديد، أحرر نفسي، أفتح صفحة جديدة. حقيقي هو قرار صعب جداً، بس حسسني بقوة وتفاؤل. وتابعت: رميت ورايا حاجات كتيرة قوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً، وبعديها حسيت إني مليانة أدرينالين. خطوة جريئة ومرعبة، بس حاسة إني طالعة منها بدرس. عارفة إن في ناس كتير هتهاجمني، بس أنا فارق معايا إحساسي بالراحة اللي أنا حاساها دلوقتي. عادي هيطول تاني، بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة، بكرة هتشوفوا النتيجة الأخيرة. ومش أول مرة تصير أسماء منير الجدل بظهورها أو تصريحاتها، وبرجوع للأزمات الأكثر إثارة في حياة الإعلامية أسماء شريف منير، نجد أن أزمة حلاقة الشعر لم تكن الأولى. فقبل ذلك خرجت الإعلامية أسماء شريف منير ووصفت الشيخ الشعراوي بأنه متطرف وصاحب أفكار غريبة، وقالت: قبل كده كنت بسمع للشيخ الشعراوي وأنا صغيرة وما كنتش بفهم منه حاجة، بس لما كبرت عرفت إنه شيخ أفكاره متطرفة ومفروض ما حدش يسمعه. وبالحديث عن أزمات الإعلامية أسماء شريف منير، فقبل كده نشرت الإعلامية فيديو ليها برفقة شابين من داخل حمام السباحة في مدينة دبي، وبمجرد نشر الفيديو انهالت عليها التعليقات السلبية بسبب وصفهم الفيديو بأنه غير أخلاقي، عشان تقوم أسماء منير بحذف الفيديو بشكل مباشر والاكتفاء بالصمت وعدم الرد عليهم. وفي وقت سابق فاجأت أسماء شريف منير متابعيها بإلغاء متابعة والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون كشف الأسباب، حيث نشب بينهما خلاف وقام والدها بالتراجع عن موقفه مقدماً اعتذاراً لها، مهدياً لها أغنية الفنان مدحت صالح أجمل بنوتة، لترد بعدها أسمع على اعتذار والدها قائلة: هي دي تقريباً علاقتي أنا وأبويا، نائر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل، الاتنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايز أحكي لكم عن موقف مهم جداً وأثر فيا. وأضافت: أبويا عمل حاجة مبارح علمتني حاجات كتير قوي، للي ما يعرفش كان في سوء تفاهم وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل فيديو عنده على إنستجرام بيطيب خاطري وبيقولي ما تزعليش قدام كل الناس. طبعاً أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت أصلاً إن كنت في يوم زعلانة، لأنها حركة في منتهى الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير قوي، وده اللي خلاني أحكي الموضوع. وتابعت: اتعلمت إن الاعتذار بيكبر الواحد جداً، عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر إنه لو ما اعتذرش هو كده جامد، ده كلام فارغ، علمني إني لما زعل بنتي اعتذر لها لو فعلاً غلطانة، عشان عرفت قد إيه بيفرق في النفسية، ومش عشان إحنا أهل يبقى مش وارد إننا نغلط.